نبتدي يومنا دايما بطاقة إيجابية بإقبال على العمل. وإحنا النهاردة هنكلم كمان الناس اللي زينا كده، سواء اللي كان طبيعة شغلها بتخليهم يصحوا بدري أو العادي بتاعهم بيحبوا يصحوا بدري. ففي دراسات بتقول إن الصحيان بدري بيقلل بشكل كبير جدا من خطر الإصابة بالاكتئاب، ودي حاجة يمكن تكون معروفة، بس الغريب في الدراسة دي أو الجديد في الدراسة دي إن بيقول مش بس إن أنت بتصحى بدري، لكن أنت مثلا عندك ميعاد الساعة 9 فبتصحى قبلها بساعة، أو تصحى قبل الميعاد اللي أنت متعود تصحى فيه، بتصحى الساعة 8 أو متعود تصحى الساعة 8 فالنهاردة بتصحى 7. إن أنت تصحى قبل الميعاد اللي أنت متعود تصحى فيه بساعة، ده بيخليك أكتر قدرة على إن أنت تبقى بعيدا عن الاكتئاب. ودي دراسة مهمة جدا بنقولها للناس، خصوصا بقى اللي ما بيشتغلوش. ليه اللي ما بيشتغلوش؟ للأسف في ناس كتير منهم بيبقوا قلبين يومهم، يعني اللي دايما يقال عليهم قلبين يومهم، يناموا متأخر جدا جدا، يناموا يعني مع صلاة الفجر أو ما شابه، أو يصلوا الفجر ويناموا، يبتدوا بقى يصحوا مع العصر أو مع قبل العصر بساعات قليلة، بيفوتهم الفترة الصباحية. الناس دي بتبقى أكثر عرضة بشكل كبير جدا للاكتئاب، أكثر عرضة بشكل كبير جدا للسمنة، لأن الفترة اللي هم بيسهروا فيها دي بتسبب إفراز هرمونات بتساعد على الاكتئاب، بتساعد على أن أنت دايما تبقى حاسس أن أنت جعان وعايز تاكل، فبتضطر أن أنت طول ما أنت قاعد تاكل، ويبقى عندك شره كمان لأكل الحلويات، فده بيخليك كمان تزيد في الوزن. فالستات، واحنا بنخاطب دلوقتي الستات على وجه التحديد، اللي ما بتشتغلش، فخلي بالكوا ان مش لازم تبقي عشان بتشتغلي تصحي بدري، لا، اصحي بدري تلاقي يومك فيه بركه، هتلاقي يومك طويل، هتلاقي عندك طاقه كده، وهتبقي مبتسمه، والدنيا هتبقى مختلفه، لدرجه ان في البلاد البارده اللي فيها ساعات يعني الشمس ما بتطلعش، في حاجات دلوقتي بديله بتديهم نفس احساس الشمس. ليه؟ لان الناس دي بيجيلها اكتئاب. فأرجوكوا، إحنا عندنا ربنا كرمنا بشمس مشرقة طوال السنة، حتى في الشتاء يعني، وحتى في المطر، والنهاردة يوم مطر وهنتكلم في الموضوع ده بالتفصيل طبعا، لكن الشمس اللي إحنا عندنا دي استمتعوا بيها بشكل كبير جدا، هتخلينا ما عندناش أي اكتئاب بإذن الله، ونبتدي يومنا دايما كلنا طاقة حب وتفاؤل.